ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز اعمل طبق مكرونه النهارده. الاطفال الصغارين دايما بيعترضوا على المكرونه، ياكلوها بالجبنه الموزاريلا، ياكلوها جراتان، ياكلوها بشاميل. معايا مكرونه بنه النهارده، وانا بحب البنه لان فيها طبعا مكان او فيها فراغ ياخد يمتص الصوص، سواء صوص طماطم، سواء وايت صوص، سواء ريد صوص. انا هعملها النهارده مع الطماطم والخضار. مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله. المقادير عباره عن مكرونه بنه، حلو الكلام، ومعانا تشكيله من الخضار لطيفه وجميله، وكوسه، جزر، عصير طماطم وريحان، وما ننساش طبعا الصوص الطماطم اللي انا سرقته من الصياديه بتاعتنا الجميله. هستفيد بيه دلوقتي ونشوف هنعمله مع بعض ازاي مع المكرونه بتاعتي. حلو الكلام، ده مهم جدا. ولكن اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ازاي تبقى في المطبخ بتعملي كل حاجه في وقت واحد. حلو الكلام. طيب طيب هناخد الصوص الطماطم بتاعنا اللي انا اختطفته من مقادير الصياديه، ونيجي على الكبه، ونيجي على الكبه بتاعتنا الحلوه دي كده على النار ما تشتغل. بنحطه هنا كده، ده بصل، ثوم، ريحان، زعتر، زيت زيتون، كل دول مع بعضيهم. عايز شويه صوص طماطم حلوين من صنع ايديا وحياه عينيا. دول مهمين بالنسبه لي، هم دولت اللي هيعملوا ايه كيان في المكرونه. زي ما هم كده. الله، بس خلاص زي ما هم كده، حلو قوي. دول مهمين بالنسبه لي. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنبدا نشتغل في الطبق الحلو بتاعنا ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب توكل، تمام زي الفل. لا خلاص زي الفل يا برنس. طيب تعالوا مع بعض. اول حاجه الطاسه شديده الحراره على النار، عايز اعمل اسلق المكرونه بتاعتي نص سوا. مدرسه المغازي بتقول ايه في تسويه المكرونه؟ دايما المكرونه لو بنعملها بالوايت صوص او بالريد صوص، حط في الاعتبار لازم المكرونه تشرب من طعم السمك او من طعم الجمبري او من طعم صوص الطماطم. انا عندي روس السمك اللي هنا، فاكرينها دي ايه؟ مخرجنا الجميل الله يوفقك اساتذه المصورين اهم دول كده اهو، في قلب الميه، في قلب الميه، واحط دي كده. يلا يا عم الشيف، وناخد المكرونه بتاعتنا بنسلقها نص سوا في مية السمك دي. مدرسة بقى، زيت زيتون، شوية ملح، ونصبر على المكرونة شوية تتحضر. حلو الكلام. عندي صوص الطماطم اللي جاهز من البداية، بحطه هنا، مش محتاج بصل وتوم انا بقى اهو. عندي خضار، خضار ده ريحان اخضر، ده اساسي متورق عندي. عندي كوسه، عندي جزر مسلوق نص سوا لان النسبه والتناسب في تسويه الخضار اكتر حاجه الجزر تاخد سوا، فانا عشان على الهوا مع حضراتكم طبعا بسويه شويه، ولكن لو انت في المطبخ بتسبقي الجزر قبل كل الخضار عشان يستوي شويه، او ممكن تستغنى عن الجزر، بس انا بحب الجزر دايما يشارك في تشكيله الخضار. لونه حلو، لونه برتقاني، بيفتح الشهيه، لونه مطلوب. ادي الخضار بتاعي بتاع المكرونه، شفت ازاي انا الطعم من بين اصابع ايدك العشره. صوص الطماطم اللي كان معانا من شويه، طبعا ده هنزوده ونفكه بميه سلق المكرونه اللي واخده طعم السمك. فاكرين طعم السمك جه منين؟ من روس السمك. غليناها في الميه في المصفى، وبعدين حطيناها ونزلناها في الميه، وبعدين نزلنا بسلق المكرونه. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ حلو قوي. تمام، هنسيب دول على النار، مش هنقف نتفرج عليهم ونضيع وقتنا. هنخش على الطبق بتاعنا الاساسي اللي انا بهديه لكل الاطفال وكبار السن اللي بيعترضوا على الجمبري، له شنب وبيخوف،
الجمبري له قشر كتير، انا مش بحب الجمبري لانه زفر، لا انا هاكلك النهارده جمبري كريسبي اللي هو شريمب كورن لطيف وجميل كريسبي، هنعمله بطريقه جديده. المقادير على الشاشه، معانا جمبري لحم، ومعانا بطاطس شيبسي، ومعانا رقائق الذره، ومعانا نشا، معانا توم، معانا كزبره، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر. عندي مكرونه على النار بتستوي، باخد المكرونه هنا وبستغل النار الشديده دي كده واستفيد من ميه سلق المكرونه. اللهم صل على النبي. نعم يا غالي. شفت شويه الميه دول؟ دي ميه سلق المكرونه فيها طعم السمك. فاكر طعم السمك جه منين؟ من روس السمك اللي انا حطيتها في الميه من شويه. ده السائل بتاعنا. طبق المكرونه ده لوحده فيه الخبره الطهويه كلها. كمان شويه ميه مكرونه ونسيبهم على النار ونقدمها. شويه مكرونه زي ما قال الكتاب. كتاب مين بيقول الكلام ده دلوقتي؟ زي ما قال المغازي. شفت الجزر مستوي ازاي يا عم مصطفى؟ شفت الكوسه؟ نعم. انا مش حابب كريمه هنا بصراحه، كريمه هنا هتخطف الطعم، خليها الكريمه دي لما نكون نحط عليها جبنه. المكرونه دي اعدلها شويه جبنه بارميجان مبشورين كده يتحطوا على الوش وقت التقديم. ده بقدونس او ريحان اخضر. نغرف الطبق ده بتاعنا. اللهم صل على النبي. ده مكانه. ايه الاخبار هنا؟ فهنا وشفا للي ياكل. ايه اللي بتحطه ده يا شيف؟ بصل اخضر الموسم بتاعه ست الكل. استغل وجوده دلوقتي. ونقطة.